يوسف القاعد روائي بدرجة ثائر. في الخامس من يونيو من عام 2013 كانت البداية، حيث تجمع واعتصام عدد كبير من كبار الفنانين والكتاب والمثقفين داخل وزارة الثقافة للمطالبة بإقالة الوزير المنتمي للإخوان وحماية الهوية المصرية من الاختطاف على يد متطرف الجماعة. وفي مقدمة هؤلاء الثائرين للدفاع عن فنهم وهويتهم كان الكاتب والروائي يوسف القاعد. يوسف القاعد هو روائي وكاتب كبير، تقلد عدداً من المناصب الصحفية ثم استقال ليتفرغ للكتابة الأدبية، وله العديد من المؤلفات التي تنوعت بين الروايات والمجموعات القصصية والمقالات، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات. ورغم التقييد الإخواني كان القاعد من أشد المعارضين للجماعة خلال عهد الرئيس المعزول، ومنعت مقالاته التي ينتقد فيها حكم مرسي من النشر، وأعلن صراحة رفضه لقاءه اعتراضاً على أخوانة الدولة. إصرار واهتمام يوسف القاعد بالثقافة والفن بشكل عام دفعه ليكون في مقدمة صفوف المدافعين عنها أمام محاولات طمس الهوية وقمع الحريات وتقييد الإبداع، حتى اندلعت ثورة 30 من يونيو التي اعتبر القاعد أن لولاها لكان الوطن ذهب أدراج الرياح. ووصف القاعد اعتصام المثقفين بأنه كان نقطة انطلاق لثورة 30 من يونيو، وأن القوى الناعمة تثبت دائماً أنها كانت وما زالت خط الدفاع الأول في المواجهة الحقيقية للإرهاب، وأن ثورة 30 من يونيو هي انتصار للهوية والمستقبل.